هذا المنتدى اللي كتنظمو الجمعيات الكهرباء المهنية للكهرباء والطاقات المتجددة هو المنتدى سنوي، لكن عنده نكهة خاصة لأنه تحول إلى منتدى إفريقي. كما تلاحظون هناك عدد كبير من الدول الإفريقية والعربية تحضروا لهذا المنتدى، أكثر من 14 دولة بخبرائها بمسؤوليها في قطاع الكهرباء والطاقات المتجددة، ولكن أيضا حضور المسؤول يعني مدير الطاقات المتجددة على مستوى يعني منظمة غرب إفريقيا. طبعا هو مناسبة للحديث عن الحلول الجديدة والتكنولوجيا الجديدة، ولكنه مناسبة لعرض تجارب كثير من الدول والتحديات التي تواجهها، ولا سيما أن إفريقيا اليوم فقط 40% اللي وصل نسبة الكهرباء، بمعنى أمامنا سوق ديال 800 مليون إفريقي لم تصله الكهرباء. هذا تحدي بالنسبة لإفريقيا، ولكن في نفس الوقت هو فرصة بالنسبة لإفريقيا لكي تختار أحسن الحلول بالنسبة لهؤلاء مئات الملايين. من الحمد لله اليوم كما تعلمون أن كلفة الكهرباء بدأت يعني تنزيل إلى أدنى مستوياتها. في السابق عندما كنا نتحدث عن الطاقات المتجددة نتحدث عن كلفة كبيرة جدا، لكن اليوم نقصت بحوالي 80%، بمعنى هناك إمكانية أن نستغل التطور التكنولوجي، أن نستغل هذه الحلول الجديدة، أن نستفيد من التجارب اللي موجودة في الدول الإفريقية مثل تجربة المغرب، لكي نقدم للإنسان الإفريقي اليوم تنمية مستدامة، طاقات متجددة، نجاعة طاقية، ليس فقط على مستوى كهرباء المنازل، الإنارة والشوارع، ولكن أيضا بالنسبة للاقتصاد، بالنسبة للصناعة، بالنسبة للبنية التحتية، بالنسبة للفلاحة. عبد الرحيم الحافظي، المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. هذا اللقاء هو لقاء سنوي. المعرض الدولي للكهرباء يعتبر من أهم المعارض دوليا وجهويا. هذا المعرض يكون لقاء بين جميع المتدخلين في قطاع الكهرباء، سواء على الصعيد الوطني أو الصعيد الجهوي أو الصعيد الدولي، لأن هذا المعرض في هذه السنة كيعرف المشاركة ديال عدة دول، خاصة الدول الإفريقية، ما يفوق 15 دولة إفريقية اللي كتجي سنويا باش كتشاركنا في هذا المعرض اللي هو من أهم المعارض المتعلقة بقطاع الكهرباء على الصعيد المغربي وعلى الصعيد الجهوي. في هذا المعرض كنكون الإمكانية أننا نتقاسم مع الدول الإفريقية والدول العربية والدول الصديقة آخر التطورات اللي كيعرفها ميدان الكهرباء. وكانت الفرصة اليوم لتقاسم مع هاد الدول المشاركة معنا اليوم آخر التطورات اللي عرفها قطاع الكهرباء في المغرب والتجارب الناجحة التي وصل إليها المغرب فيما يتعلق بالكهرباء القروية، خاصة فيما يتعلق كذلك كيف المغرب اليوم يتغلب على كل الصعوبات التي التقنية والمتعلقة خاصة بإنتاج الطاقات المتجددة، والتي كما تعرفون هي طاقات موجودة بكمية هائلة في المغرب وكذلك في الدول الإفريقية، إلا أنه هناك عدة أمور تقنية يجب الأخذ بعين الاعتبار لإتاحة الفرص لمطوري البرامج ومطوري المحطات الكهربائية من الطاقات المتجددة ليساهموا في إنتاج الكهرباء التي تحتاجها المغرب والتي تحتاجها الدول الإفريقية.